بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نحن وياكم هنا في البطولة الخامسة، بطولة المفاجآت، على ملعب الشربتلي لمواكبة اللقاء الثاني لفرقة مونتي الواصل للدعم الكبير عمير الواصل. وشوط اللقاء الأول إلى الآن نتيجة سلبية لفرقة مونتي الواصل، خسران بنتيجة 1-0. متابعينا الكرام، على أحد لاعبي فريق عمير الواصل وفريق مونتي الواصل، كيف شافوا المباراة؟ مباراة حلوة ومن طرفين، إن شاء الله نجيب التعادل وأحسن من كده إن شاء الله. ماذا تقدمون للدعم الكبير لهذا الفريق عمير الواصل؟ إن شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله يشوف الأفضل والأفضل إن شاء الله. لسه نحن الحين مرحلة بناء وكده، إن شاء الله الفترة الجاية يكون أفضل. أيضا معي الآن أحد لاعبي فريق عمير الواصل، كيف شاف المباراة؟ كيف ايش حتقدم لعمير الواصل الدعم لهذا الفريق؟ ان شاء الله يعني خسرانين 1-0، كيف؟ الكابتن عبد الرحمن الملقب بدويشي، نرحب بك عبر قناة خالد بازجان. في البداية ايش حتقدم؟ جاهز كم عرفتني؟ كم عرفتني؟ بدو مالك ما شارك ولا؟ بدو مالك ما عليك كذا، ما يحتاج. مع الان عبد الرحمن احد لاعبي فريق عمير الواصل، كيف شاف المباراة؟ الحمد لله قدرنا نعدل، وكان في البدايه ضغط علينا لانه عندنا نقص في اللعيبه، كان موجود صعب، والحمد لله قدرنا نعدل ان شاء الله نجيب الفرق. ماذا ستقدمون لعمير الواصل الدعم لهذا الفريق؟ والله نثبت له انه فريقنا تمام ومن احسن لاحسن، وان شاء الله ننتقل لادوار الثانيه. احد لاعبي فريق عمير الواصل، كيف شاف المباراه؟ كنت خسرانين 1-0 لكن عدلتوا شوية إن شاء الله. ماذا تقدم للداعم الكبير عمير الواصل وماذا تهدو في هذه البطولة؟ شكر الواصل يعني قدم لنا اشياء كثيره الحمد لله. ان شاء الله حتهدوا الفوز ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. رئيس رابطه فريق مونتي الواصل للدعم الكبير عمير الواصل، كيف شاف المباراه وكيف شاف اداء فريق مونتي؟ والله الحمد لله دحين قدرنا نجيب التعادل الحمد لله، ان شاء الله حنفوز. ماذا تقدمون وماذا ستهدون في قادم الايام للدعم عمير الواصل؟ والله ان شاء الله حنقدم له كل خير باذن الله، وكله ان شاء الله حنقدم له كل خير.